نحكي عن خلينا نقول الأسرة والمجتمع المؤسسة الأسرية الأولى بحياة كل شخص فينا. أكيد يا رشا، يعني موضوعنا اليوم مع مشاهدينا بهم كل السيدات والصبايا المقبلين على مشروع الزواج وتأسيس العائلة. القانون السوري كيف اليوم كان في عقد الزواج وقديه في تفاصيل كتير مهمة لازم الطرفين يكونوا واعيين عليها كرمال حماية وحفظ الحقوق، وأكيد يا رشا يمكن لحتى نحمي أطفالنا من أي مشاكل ممكن تصير معنا. أكيد طالما نحن عم نحكي على القانون فنحكي عن تشريعات وضع القانون السوري لحماية الأسرة، لحماية صحيح. الزوجة، لحماية الأطفال، الحضانة. رح نضوي على هذا العقد القانوني بين الطرفين وشو هي أهم التعديلات اللي دخلت عليه. وضيفنا لليوم هو الأستاذ المحامي محمد مهدي. سعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذ. خلينا بداية نتعرف نحن والمشاهدين عن عقد الزواج وأركانه بالقانون السوري، كيف عرفوا؟ عقد الزواج عرفه القانون السوري بأنه هو عقد بين رجل وامرأة يحل بعضهما لآخر شرعاً. هدفه إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل. فتعريف العقد الزواج هو يحدد في السمة الأهم والغاية من التعريف اللي هي إنشاء الحياة المشتركة والنسل. أركان عقد الزواج هي الإيجاب والقبول بالقانون السوري. فلمجرد الإيجاب والقبول الصحيحين بين الرجل والإمرأة فهون نحن تمت أركان عقد الزواج. بالنسبة للشروط فهي شروط عقد الزواج هي المهر، الشهود، تسمية الشاهدين، المهر. اختلاف ركن من أركان عقد الزواج يؤدي إلى بطلان العقد، أما تخلف شرط من شروطه يؤدي إلى فساده. صحيح. العقد الفاسد بيترتب عليه آثار بحال تم الدخول، ما بيترتب على العقد الفاسد آثار قبل الدخول. نعم. الآثار اللي بتترتب على عقد الزواج بعد الدخول على العقد الفاسد بيحقق عقد الزواج جميع الآثار المترتبة عليه من مهر، من نسب، من نفقة، من نفقة حضانة، من أجر حضانة بحال وجود أولاد. الشيء الوحيد اللي ما بيترتب على الآثار بالعقد الفاسد اللي هي بس الميراث. فالعقد الفاسد ما في توارث. بالعقد الباطل نحن ما بيترتب أي أثر من الآثار بحال اختل ركن من أركان الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول هي ركن الأساسي الوحيد بعقد الزواج بالقانون السوري بهدف إنشاء الحرية للأشخاص. فالحرية مصانة بالقانون بعدة نواحي للأشخاص، ومنها الحرية بالرغبة الجنسية والعلاقة الجنسية اللي كفلها عقد الزواج واعتبرها هي الركن الأساسي اللي بيترتب على حال عدم وجوده البطلان. طيب خلينا هيك نضوي أكثر ونمشي بالترتيب. شو يعني عقد فاسد؟ يعني أنا اليوم ضمن هذا العقد هل في شروط حتذكر وإذا تم الإخلال ببنت واحد يعتبر فاسد قانونيا؟ هلأ الشرط اللي بده ينذكر بعقد الزواج ويكون الشرط هذا غير صحيح أو فاسد هون ما بيترتب نحن عنا بطلان عقد الزواج بشكل كامل. نعم. الشرط الغير صحيح اللي بينذكر بعقد الزواج هو بيترتب عليه كعقد بيترتب بطلان العقد وصحة بطلان الشرط وصحة العقد. نعم. الشروط هي شروط خاصة أضافة المشرع بتنذكر بعقد الزواج. هي الشروط ممكن الزوجة تشترط هي بعملها، ممكن تشترط أنا بدي ضل بشغلي، أنا بدي ضل بشغلي. نعم. ممكن تشترط عليه عدم زواجها من امرأة تانية على الزوجة. هي الحالات اللي كتير انذكرت بمجتمعنا انه صار في شرط انا بدي اشترط على زوجي ما يتزوج علي. هل اليوم بحق كتابة هذا الشرط ضمن عقد الزواج بالقانون السوري؟ بحال تم ذكر هذا الشرط وأراد الزوج أنه يتزوج عليها وأدى هذا الشيء لضرر بالزوجة الأولى يحق لها فسخ العقد. نعم. أما بحال تزوج عليها هلأ دائما الزوجة الثانية بالقانون وبالأعراف ما بيحق له الزوج اللي بيتزوج زوجة ثانية أنه يسكنها بنفس المسكن الشرعي. يعني اشترط اليوم للزوجة الثانية الكفاءة والعدل بين الزوجتين ويأمن لها مسكن شرعي ثاني مختلف. نعم. عن مسكن الزوجة الأولى. إلا بحال كان برضاها بأنه يسكن معها ضرتها الزوجة الثانية.
الشروط اللي ذكرتيها انت انه بترتب على اختلالها، هلا شروط عقد الزواج هي حكينا نحن انه الركن هو فقط الايجاب والقبول. نعم. بالنسبه للشروط، الشروط هي تسميه المهر. بحال تخلف نحن تسميه المهر بعقد الزواج، فتسميه المهر بعقد الزواج بحال تخلف العقد هون تم صحيح، لكن يعتبر بحكم الفاسد كونه تخلف عليه ذكر المهر، يعود تسمية المهر لمهر المثل. نعم. يشترط إضافة لهذا الشيء من الشروط غير المهر هي تسمية الشاهدين. فاليوم اللي بيعقد بين رجل وامرأة وبدون تسمية شاهدين يكونوا مذكورين على عقد الزواج، وقت اللي بيترتب عنا نحن اختلال الشهود ممكن نحن نشهر ونشهد على هذا العقد فيما يلي بيصحح الفساد اللي تم عنا بالعقد. نعم. تمام، خلينا نحكي عن فترة الخطبة اللي بتكون قبل الزواج، اللي بتستمر ممكن لفترة قصيرة أو طويلة، وممكن كتير من الأحيان بتنفك هي الخطبة لأسباب أو خلافات منطقية أو غير منطقية. خلينا نوضح اليوم أكثر شو هي النتائج المترتبة على كلا الطرفين قانونيا. هلأ الخطبة هي وعد بالزواج. الخطبة لو تم فيها قراءة الفاتحة، لو تم فيها الزيارات العائلية أو الهدايا أو أي شيء من ما يذكر، هي لا ترقى للزواج. الزواج لا يتم إلا بعقد ركنه الإيجاب والقبول وشروطه. الخطبة هي عبارة عن وعد بالزواج، سواء بقراءة فاتحة، سواء بأي شيء من العادات اللي بتتم بفترة الخطبة. وقت اللي نحن أمام خاطبين بيترتب نحن في عنا آثار على الخطبة، من ناحية الهدايا، من ناحية الخطوات اللي بتتم خلال الخطبة. وقت اللي أحد الطرفين بده يعدل عن الخطبة، العدول عن الخطبة بالنسبة للهدايا بيسترد الخاطب اللي أراد بيسترد الخاطب من الشخص اللي أراد الترك، بيسترد منه الهدايا وما أعطاه قيمتان بحال عدم توافره عينان. وقت اللي شخص أدى لشخص اللي خاطبه هدية، هذا الشخص تصرف ممكن بالهدية، ممكن يكون هذا مبلغ مالي تصرف فيه، فوقت اللي ما بيقدر يرد هالشخص هذا الهدية نفسها عينا بيرد قيمتها. بيترتب حتى أحيانا نحن عنا تعويض عن فترة خطبة بكان صار فيها ضرر لشخص تاني، شخص خطب فتاة بقصد الزواج، تم الاتفاق بيناتهم، ممكن يكون تكلف حجة صالة للعرس لعقد الزواج، بالنهاية البنت لأي سببين قالت له أنا ما عاد بدي، فهذا الشيء هو كلفه شيء انضر فيه هو نتيجة عدول عن الخطبة. تمام. أحياناً أستاذ بيصير في خطبة بين الشاب والصبية وبيروحوا لتسجيل كتب الكتاب بالمحكمة عند القاضي المختص، وبعد فترة ما بيصير في خلينا نقول استمرار بالخطبة وبتنفك هاي الخطبة، ولكن اليوم في عقد زواج مثبت ولكن إنه ما إنه رسمي، يعني إنه ما في حفلة، ما في نظامي. خلينا نقول اليوم شو حكم القانون بهي الفقرة؟ هل تعامل معاملة الزوجة أو في مراعاة لكونه أنه بس خطبة؟ هلأ بحال تم توثيق عقد الزواج أمام المحاكم الشرعية ولو كان قبل الدخول، فهن بالنهاية أمام القانون تم تبادلهم للإيجاب والقبول وتم اشتراط شروط عقد الزواج كافة بعقد الزواج اللي توثق أمام المحكمة، فهي أمام القانون هي زوجة. الفرق بحال صار نحن عنا إشكال فهي تسجل مطلقة قبل الدخول والخلوة. بيفرق نحن عنا هون المستحقات اللي بتطلع لنتيجة هالعقد هاد. بحال هي تم الطلاق بالعقد الموجود أمام المحكمة قبل الدخول أو بعد، بحال تم الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة هي تستحق نصف المهر. نعم. بحال تم الطلاق بعد الدخول فهو زواج نظامي بيترتب عليه آثاره من مهر، من نفقة، من أي آثار تانية بتترتب عليه. طيب شو بالنسبة اليوم للتوكيل بموضوع الزواج، وخصوصا يمكن خلال هاي الفترة الحالية ووجود شبابنا خارج البلد؟ خلينا نعطي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. هلأ التوكيل بعقد الزواج اليوم أي شخص بيملك وكالة عامة عن شخص آخر هي ما بتفوضه بأنه يتم تزويجه من فتاة بدون علمه، إلا إذا نصت هي الوكالة على التفويضات الشرعية صراحة فيها، سواء كانت وكالة عامة أو وكالة خاصة شرعية بموضوع الزواج. غالباً بموضوع الزواج بيتم إرسال وكالات
هي الوكالات بتكون بصيغة معينة بتزويجي من فتاة فلانة على مهر قدره وكذا، أو صيغة تانية بتنصغ بتزويج بمن يراها مناسبة، بمن يراها مناسبة بيكون لسه هذا الشخص مو حاطط فتاة معينة بباله، عم يخطب بس هو صح له يبعث وكالة نتيجة صعوبة النقل، صعوبة إرسال الأوراق الوكالة. هذا الشخص هو ملزم بحيث يتم تزويجه بالمهر والشيء اللي متفق عليه. بحال الوكيل تعدى حدود وكالته فهو هون الشخص بتعود انه يجيز التصرف تبع الوكيل او لا. بصير في عنا نحن بقاعدة تحكمنا هون بانه الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. فوقت اللي انا موكلتيني بشيء انا رحت تجاوزت حدود وكالتي فيه، هذا الشيء بيعود تقدير صحته أو عدم صحته، يعني إلزامه بالنسبة إليك بمدى إجازتك إله. وقت اللي أنا تجاوزت حدود وكالتي وأنت أجزتي هذا الشيء فأنت كأنك وكلتيني فيه مسبقاً. هي معنى الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. الأشخاص اللي بيتم نحن عنا أحياناً كمان غير موضوع إنه التوكيل بالزواج، دائماً نحن عنا الفتاة هي بحاجة لرأي وليها بموضوع الزواج. قاعدة شرعية بتقول إنه لا تنكح البكر إلا بإذن وليها ولا ثيبه حتى تستأذن. الفتاة البكر هي بحاجة لإذن الولي تبعها الموجود لا يتم عقد الزواج، مشترط إضافة لحتى الإضافة لرأيها ولموافقتها إضافة لإذن وليها. هذه من الأركان الأساسية بالعقد. أحيانا في أشخاص عم يتم بتفويض الزوجة بانه هي تتم احيانا للمحامي احيانا لاي شخص، يعني هو عم يفوضه بانه يتم له العقد الزواج مع الفتاه اللي بده اياها. احيانا في عنا حالات عم يشترطوا عم يعطوها امر تفويض نفسها بطلقه او غيرها. كيف يعني؟ في حالات عم يعطي الزوج بعقد الزواج عم يفوض زوجته بطلقه، بحال انه هلا الزوج مثلا موجود بسوريا بده يسافر، هذا الزوج تم عقد الزواج بيناتهم وهو بحاجه لاوراق معينه لحتى ياخذها للبلد اللي هو مقيم فيه، بحال مثل ما ذكرت كان هو خارج البلد. بحال هذا الزوج تعذر بانه هي تسافر لعنده لاي سبب فهو عم يفوضها بامر نفسه بطلقه. انه بحال هذا الشيء ما تم بيناتهم او ما قدرت هي تسافر لعنده ما تضل هي معلقه ليبعث وكاله بطلاق او يوقع عليها طلاق او يفوتها بموضوع مشكله بانه ترفع دعوه تفريق لحتى هي تخلص نفسها. كونك ذكرت دعوه الطلاق والتفريق خلينا هيك نمر عليها كمان. اليوم ضمن القانون السوري شو هي اهم شروط هذا التفريق والطلاق وكيف بينظر القاضي اليوم؟ دائما احنا بنعرف انه الزوج دائما بينزل على المحكمه انه قادر انه يطلق، ولكن الزوجه بحاجه لرفع دعوه. يعني هلا الزوج بيقدر انه يطلق، هو بيملك عصمه نفسه بالطلاق الاداري فقط. الطلاق الاداري وقت الزوج هو باراده منفرده بده يطلق زوجته، ممكن بسبب مقنع وممكن بدون سبب مقنع، فهو بيتم بمعامله طلاق اداري وهو اللي ما يسمى بمصطلح موازي الطلاق التعسفي. بيجي الزوج خلص يعني ما في ممكن سبب مقنع، انا ما عاد بدي اياها لهي الزوجه، بيوضع المستحقات تبعها بالنسبه للمهر بالنسبه للنفقه بصندوق المحكمه وبيتم التطليق. بالنسبه لحالات الطلاق الاخرى نحن في عنا عده حالات للطلاق، في عنا التفريق لعله الغياب، في عنا التفريق لعله الشقاق، في عنا التفريق لعله المرض. التفريق لعله الشقاق هي غالبا هي الحالات الاكثر انتشارا بالمحاكم. التفريق لعله الشقاق هي حاله هي دعوه بيملكها الزوج والزوجه. يعني دائما الناس بتروح لموضوع انه بس الزوجه اللي بترفع دعوى تفريق لعله الشقاق، لا، هي حتى هي الحاله هي الدعوى تفريق لعله الشقاق هي حتى ملك للزوج. بحال هي الزوجه اللي كانت السيئه، الزوج ما عم يبدر منه شيء، هو ما بده يروح يطلق الطلاق الاداري التعسفي لحتى ما يلتزم بمستحقاته دائما، لانه هو ممكن ينعفى بحال كان المهر تبعه هو مبلغ عالي او شيء. بحال راح هو رفع التفريق لعله الشقاق وثبت الضرر والشيء من على زوجته فهو بينعفى من المتاخر. يعني هو استحقت هي المتقدم لمجرد العقد الصحيح والخلوه، بس المتاخر دائما هي اللي بينظر فيه القانون لحاله انه نسبه الضررين على الشخصين
بحال هي كان السبب منه ولا السبب منها. فممكن من الحالات بأن الزوج هو اللي يتم برفع دعوة تفريق لعلة الشقاق أو حتى التفريق لعلة المرض. يعني ممكن الزوجة تكون بحالة مرض معينة ما عم تتمم واجباتها الزوجية نتيجة وجود هذا المرض فيها. طيب اليوم في حق للزوجة لحتى توضع شروط ضمن عقد الزواج، خصوصا أنه كثير اليوم السيدات أو الصبايا بيكون عندهم شروط كثيرة، ويمكن اليوم كثير بيصير قابل أو إذا في حال صار خلاف بينه وبين الزوج أنه كان في حال وجود أولاد بدها هي حضانة الأطفال، تقدر تحط هذا الشرط اليوم ضمن عقد الزواج؟ هلأ الشروط بعقد الزواج هي أي شيء غير مخالف للقانون وغير مخالف للنظام العام فهو يصلح لأن يكون شرعاً لأن يكون شرطاً عفواً. الشروط اللي ممكن هي تحطها هلأ بالنسبة للحضانة فهي بالنهاية الحضانة للزوجة بحال تم الطلاق، فهي الحضانة للأم حتى بلوغ الأطفال سن 15 عاماً. بالعام 15 يتم تخييرهم للثلاث سنوات المتبقية لإتمامهم سن الرشد اللي هو 18 عام. بحال اشترطت هي ولا ما اشترطت فهو هذا الشرط لها. غالبا بتكون الشروط بعقد الزواج هي شروط ثانوية لا تملك تماما، لا تملك هي القوة القانونية فيها بشكل كامل. مثل كيف مثلا؟ بحال مثلا هي الزوجة اشترطت انه هي تضل عم تشتغل، بحال مثلا الزوجة اشترطت وجودها بمكان معين او تسكن لحالها، ممكن انه ما يتزوج عليها زوج ثاني. تمام، ممكن ما يتزوج عليها هي اهم شغله بتهم النسوان ما يتزوج عليها. اليوم اي خلل بهدول الشروط فيها تاخذ هذا العقد تروح عند القاضي تقول لسياده القاضي انه انا عندي هدول الشروط اليوم تم الاخلال ببند منهم. بحال تم الاخلال بهذا الشرط وكان الاخلال بسبب لها ضرر نتيجه اختلال هذا الشرط فهي بحق لها فسخ العقد. ودائما نحن عندنا بيتم فسخ العقد من خلال المخالعة أو الطلاق مثل ما حكينا. المخالعة على تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد هي على بدل خلع المخالعة تتم وهي تعتبر فسخا لعقد الزواج وليس طلاقا وهي لا تحسب من عدد الطلقات. رضا اليوم عم يكون تكون المخالعة بين الطرفين يمكن هي الحل الأسلم إذا في وجود اليوم أطفال، يعني ما في داعي لهال المخالعة هي الحل الرضائي بين الطرفين بحال مثل ما تفضلت وجود أطفال نحن لحتى ما يتأثروا الأطفال بأنه نحن أهلينا بالمحاكم. دائما رابطة الأسرة هي اللي عم تعكس على المجتمع بكل حالاته، وقت اللي الأسرة اليوم متماسكة عايشين بحالة هي الأطفال عم تطلع مثمرة ومنتجة بالمجتمع تبعها، بعكس وقت اللي عم تعيش خلافات عم تعيش بحالات نفسية هي الأطفال عم تكبر. صحيح. بغض النظر نحن اليوم الحضانة ضلت للأم لل 15 عام وأخذهم الأب بعد ال 15 بالنهاية ما عاشوا هيدون الأطفال الحالة المتكاملة وجود الأب والأم. حالة صحية المفروض تكون بنهاية لقائنا اليوم أستاذ محمد، هيك نصائح قانونية لكل حدا اليوم مقبل على الزواج كرمال يكون هذا العقد قانوني ويشمل الشروط وتكون هيك مثل ما بيقولوا ضامن حق الفتاة. اليوم الضمان الأهم ب عقد الزواج لحتى يضمن حق الطرفين حتى مو بس حق الفتاة هي تنظيم هذا العقد أمام المحاكم. وقت اليوم أي شخص مقبل على الزواج ممكن خطب فترة ممكن ثبت زواج ممكن ما ثبت زواج، وقت اللي بيكون هذا العقد موثق أمام المحاكم الخاطب الشاب أو الفتاة عرفوا هن بالتزام أمام القانون وأمام المجتمع تبعهم بهذا العقد، انه هذا نحن العقد ما عاد ضل حيز كلام فقط هو صار له قوه ملزمه. الاهم من هذا الشيء بس النصيحه، يعني الاهم هي حالات الزواج اللي عم تتم لخارج البلد. دائما عم يتم من خلال تعارف عن طريق وسائل التواصل عن طريق معارف من اشخاص ما عم يعرفوا اهل الفتاه الزوج الحقيقي اللي هن بدهم يزوجوا بنتهم ويبعثوها لعنده. في حالات عم نسمعها بالمحاكم حالات مرعبة، يمكن حالات كتير استاذ، في حالات عم تتم هي حالات خطف تمت وتجارة أعضاء تمت من خلال أشخاص عرضوا فكرة الزواج على فتاة وتم إرسالها لعندهم. من فترة تعرضنا لحالة أمام المحاكم بأنه شخص مقيم بدبي اتعرف على فتاة عبر وسائل التواصل، تم وعدها بالزواج ولفترة معينة يحكوا مع بعض، قال لها انا حاتزوجك وطلعك لعندي على دبي. رح ابعث لك تحاليل معينه، هي التحاليل بتساويها لانه هي التحاليل هي باوراق مطلوبه لحتى نحن نثبت زواجنا بدبي وقت اللي بتوصلي لعندي. قالت له نحن عندنا بس فحص ما قبل الزواج بالنسبه للقانون. سؤال لها في
الانسجه اليوم قال نحن بحاجه لتحليل انسجه لتحليل دم لتحاليل معينه واللي وصلت هي فتره لعنده وفيز له وبعث لعنده واخذها لعنده على دبي. بعد فتره معينه فقد الاهل التواصل مع هي الفتاه ليتفاجئوا فيما بعد بانه هي الفتاه هي وقعت مع ضحيه لشخص هو عباره عن تاجر بالاعضاء البشريه. تم قتل الفتاه والاستفاده وبيع اعضائها من خلال هالشخص. فدائما نحن ما يعني ما يفرح الاشخاص بانه اجانا نحن عريس ممكن لبرا او شيء نحن بحال ما كنا بنعرفه. يعني اليوم مطلوب من الاشخاص انه تعرف حالها بس هي وين رايحه يعني بشيء معين بس من الادراك والوعي. يعني بالختام يطول الحديث مع حضرتك عن اهميه هذا الموضوع، قديش لازم يكون في ثقافه ووعي اكثر لانه هذا العقد لازم يكون كثير مدروس. بدنا نشكرك كثير المحامي الاستاذ محمد مهدي، اهلا وسهلا فيك. شكرا استاذ محمد لحضورك اليوم ويومك حلو، اهلا وسهلا بحضرتك.